أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا صريع الدمعة الساكبة، وصاحب المصيبة الراتبة، فاز من اعتصم بحبلكم، وأمنا من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي إلهي، لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
استجلابا لعنايات سيدنا ومولانا سيد الكائنات رسول الله وبضعته الزهرة، نوروا قلوبكم وأفواهكم بنور الصلاة على محمد وآل محمد. إلى السدة العليا لسيدنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم أسد الله الغالب علي بن أبي طالب الثانية يرحمكم الله. تقربا لسيدنا ومولانا وولي أمرنا والناظر على أعمالنا الحجة ابن الحسن القائم المهدي الثالثة بأعلى أصواتكم. كان الكلام أحبتي بالأمس عن دور العقل الجمعي في سوق الإنسان وسلب تفكيره وتقييمه وتمييزه، وقد ذكرنا آثارا متعددة، لكننا قبل أن نعطف الكلام هذه الليلة لا بأس بالتذكرة استجابة لطلب جملة من الأحبة. قضية الرزق أحبتي سر من أسرار الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيما نعيش فيه في حصرنا الحاضر مع كثرة المتطلبات، كثير من الأحبة يعيشون حالة من ضيق ذات اليد، ويسألون عن عمل هنا وعمل هناك، ونحن إذ قررنا أن قضية الرزق من أسرار الله سبحانه وتعالى فإننا نلجأ في ذلك إلى العالم بالخبايا والخفايا، إلى لسان الله الناطق في أرضه، إلى محمد وآل محمد. الليلة ليلة جمعة، رفع الصوت بالصلوات يزيل النفاق من القلب. فيما جاء في الأحاديث الشريفة بعض الوصفات التي قد تثير حالة من الاستغراب في ربط هذه الأعمال التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيت النبوة وبين عملية الرزق، وأنه لا ربط لهذا بذاك. نحن قررنا بأننا في هذا العالم المليء بالأسرار لا علم لنا إلا ما علمنا، لأن الإنسان بنظرة سطحية من يروح مثلا راسه يوجع إلى الطبيب، يجي الطبيب يطي حقنة بفخذة، فبنظرة ساذجة شلها ربط سائل يزرق في العضلة ويأثر على وجع الرأس مثلا، ما له ربط بحسب الظاهر. إلا أن الطبيب لعلمه بما يصلح الأبدان وعلمه بطبيعة المرض وبالخصائص الكيميائية لتلك المواد يعرف شده يحكي. في قضية الرزق هناك باب واسع مذكور في الأحاديث الشريفة وبعض الإشارات في الآيات المباركة للكتاب الكريم، منها تقليم الأظافر يوم الجمعة، وهذا غالب الأحبة يعرفوا تقليم الأظافر يوم الجمعة، وله كيفية أيضا خاصة. هسه اللي يعجبه يعجبه ولما يعجبه، نحن آمنا بالله ورسله وصدقنا بهذا التراث الذي جاء به الموثوقون عن أهل بيت العصمة والطهارة عدل الكتاب الكريم. يبدأ بتقليم
الأظفر من الخنصر من اليد اليسرى وبالترتيب حتى ينتهي إلى الخنصر من اليد اليمنى. وهناك سنة أيضا أخرى وهي أن يتم التقليم يوم الخميس، هذا يوم الجمعة. كيفية الأخرى يوم الخميس ويترك خنصر اليد اليمنى في نهاية المطاف ليوم الجمعة. أحبة الشباب مو ينسوا كم أسبوع وكم شهر بعدين، إيه؟ بحجة أنه كانوا يقيمون السنة. هذه واحدة، أن لا تقلم الأظافر يوم الأربعاء، أن لا تبيت النفايات في الدار، أن يرش أمام باب الدار عتبة الدار بالماء في كل صباح، الصدقة في كل يوم، طلاقة الوجه البشر يورث الرزق. ذكرنا قضية غسل الوجه بماء الورد في كل صباح، كذلك ينفي الذل، ومن موجبات الذل الفقر كما لا يخفى على الأحبة. ومن أهم موجبات الرزق سعة الرزق قضية الاستغفار. على أي حال لا بأس بالاستغفار لو باليوم 1000 مرة، وقد ورد في الكتاب الكريم شاهد على ذلك: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذه أيضا للذرية موصوفة في الأحاديث الشريفة بشاهد الآية الكريمة: يمددكم بأموال وبنين. على أي حال، وهناك أيضا تفاصيل أخرى في قضية الرزق وموجبات الرزق تترك إلى محلها. أما بالعود إلى ما كنا فيه، قلنا إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وذكرنا قضية العقل الجمعي، وأن الإنسان حينما يعيش بين جماعة في مجتمع يساق من الجهة العاطفية، من الجهة العقائدية، من الجهة السلوكية مع الناس في حالة من التأثر التلقائي. وهذا أيضا الذي عبر عنه بسلوك القطيع، وهذا ليس من باب الشتيمة، وإنما هو وصف لحال علماء نفس الاجتماع عبروا عنه بهذا التعبير، سلوك القطيع. إذا نظرتم إلى كيفية مسير القطيع تجدون كبشا يقود ذلك القطيع، وأما سائر آحاد أفراد القطيع فهم يمضون بإثره. ولذا إذا غلط لفرد غلط وقعل من فد مكان يقال أنهم ماذا يقعون حيث وقع، لأنهم في حقيقة الأمر قد أوكلوه الرؤية فلا يبصرون أمامهم. هذا ذكرنا بأنه من شأنه أن يكون في الإطار السلبي، ومن شأنه أن يكون في الإطار الإيجابي. وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى شاء للإنسان أن يخرج نفسه عن صخب وضجيج المجتمع، وأن يعيد حساباته بين فينة وأخرى، مستعينا بصاحب بفرد آخر، بس مو جماعة حتى تتحول القضية إلى ضوضاء وإلى غوغاء ويعود الأمر كما كان. هذه عملية التفكر مثنى وفرادى بعد تصفية النية وتحديد الهدف، وهي إعادة التموضع وإعادة التدقيق فيما هو فيه، من شأنه أن تجلو له الغبرة أمام ناظريه، وبذلك يبصر طريقه بشكل واع. فإن كانت الجماعة على حق وصواب عاد منضما إليها، وإن لم تكن كذلك فارقها. وقلنا لولا ذلك لوقع المجتمع في خبط عشوائي من شأنه أن يورده المهالك دنيا وآخرة. وذكرنا بأن هذه الآفة أيضا في عصرنا الحاضر ما زالت مستمرة وعلى جميع الصعد، في قضايانا وعلاقاتنا الاجتماعية،
في مسائلنا العقائدية، في تقييمنا للوضع المعيشي، في سلوكنا السياسي، في كل ذلك. إنما نعيش في جماعات، وبالتالي هسه قد ما يكون المجتمع لون واحد، لكن ولو من باب الجماعات والحزبيات ونحو ذلك، ينضم المرء إلى جماعة فيسلمها عقله تماما، ويعتمد على شعاراتها، يعتمد على شهوراتها، يعتمد على تقييماتها. قلنا ومن ثم تجده يتعصب إلى شخصية معينة على أن هذه الشخصية تمتلك الحق المطلق، أو النظرة السياسية الثاقبة، أو العلم الوافر، مع أن هذا التقييم لا يعتمد على ركن وثيق، وإنما جاء نتيجة مشهورات لا أصل لها. ولذلك قلنا بأنه عناصر القوة في المجتمع من مال ووجاهة وكافة أنواع السلطة قد تأتي بأبواق لها وتسوق الجماعة كما تشاء غسل أدمغة. هذه الآفة قد يتصورها البعض بأنها من مختصات مجتمعاتنا، لأننا اعتدنا أن نجلد ذواتنا، واعتدنا أن نثني على غيرنا، وهي غرائب على غيرنا، مو غيرنا يعني لا جارنا، لا، على غيرنا حتى البعيد. أما بالنسبة لداخل المجتمع فالنقد شغال، خارج الحدود يأتي الثناء. ذكرنا في العام الماضي قضية الدكتاتورية المقنعة، هاي ترجع إلى ما ذكرناه من العقل الجمعي. قلنا في الشرق نعيش حالة الدكتاتورية السافرة، ليش؟ أكو مستبد وأكو حكم نظام سياسة الرجل الواحد أو الرجال، وهؤلاء يقومون جهارا نهارا بسوق الناس عنوة إلى ما يريدون. أما في المجتمع الذي يتغنى بالديمقراطية ونحو ذلك، في تلك المجتمعات، في المجتمعات الغربية، الدكتاتورية مقنعة، ذلك أن القضية تعتمد على التوجيه غير المباشر، فهم أيضا يسوقون الجماهير ويسلبون قرارها ويصادرون تمييزها وفكرها وتقييمها، لكنه بطريقة غير مباشرة، طالما الأموال معهم والشركات الكبيرة التي تضخ الأموال من خلال وسائل الإعلام تقوم بتوجيه الجماهير حيث تشاء. فهذا اللي يروح لصناديق الاقتراع منهم يرمي بورقته مناصرا لحزب دون حزب آخر، يتصور أنه يمارس تمييزه وحرية فكره و يمارس تشخيصه، والحال أنه يلقن بشكل غير مباشر عبر وسائل الإعلام تلك. فإذن المرض واحد، غاية ما هنالك عندنا احنا مقشرة واضحة، عندهم لا، ملبلبة ومرتبة وظاهرها جميل. على أي حال انطلقنا من هنا وقلنا بأنه القضية تعود إذن لحالة لوقفة في عملية إعادة تقييم الأمور دون صخب الجماعة. ومن ثم ذكرنا بأنه قضية الجماعة والمجتمع والحالة العامة والعقل الجمعي أيضا المصلحون الإلهيون يستخدمونها، لكن على أسس وبدون المصادرة. يعني يقول لك هذا مجتمع إيماني، فيأتي المصلح ويبني ذلك المجتمع على أسس رصينة، ويعطي حالة من التكابح والمناعة من خلال الوضع الاجتماعي. وضربنا أمثال قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المنع من التجاهر بالفسق، المنع من جلوس في نوادي المنكر ونحو ذلك من الأمور، تصب في هذا الإطار أيضا، حتى المجتمع صبغ تصير تلك الصبغة الإلهية التي تعين أحد الناس على ماذا؟ على سلوك الجادة الصحيحة. هنا لابد من إشارة إلى مطلب مهم جدا. المجتمعات أحبتي، أستعير انتباهكم أرجوكم، المجتمعات أحبتي
عادة فيها شرائح ثلاث: شريحة تمثل عملية إبلاغ الرسالة الإلهية والتربية الربانية والصلاح والإصلاح، وشريحة أخرى تمثل حالة الإفساد مهما كلف الثمن، والشريحة الثالثة ولعلها السواد الأعظم، وهي شريحة يؤثر فيها العقل الجمعي. فشلون يصير المجتمع؟ إذا نجح المصلح الإلهي الرسول الوصي خليفة الله في أرضه، إذا نجح في استقطاب طبقة واعية تمثل اللبنة الأولى بل القاعدة لهذا البنيان، من خلال هذا الجو يصنعون جو، يصنعون مجتمع يؤثر في الشريحة الكبرى، فيميل أولئك إلى الحق ويسير باتجاه الطريق الهدف المنشود والطريق الصحيح. أما إذا غلبت الفئة الأخرى عليهم ماذا تكون النتيجة؟ عكسية تماما. ولذا كان قضية العقل الجمعي في غاية الخطورة والحساسية. هنا نعطف الكلام انطلاقا من الآية الكريمة إلى صنف آخر من الناس. بعد ما بنى الرسول صلى الله عليه وآله المجتمع الإيماني ودار الإسلام وشيد تلك الدولة الكبرى على أسس عقلية منطقية إلهية، صار أكو فرد مجتمع. هنا تظهر جماعة في الوسط. قبل ما نكمل الكلام عن مناسبة نزول الآيات وعن دلالاتها في موضعها، نقول من تكلمنا عن العرف السائد وعن العقل الجمعي وعن اتجاه الجماهير، لم نطلق الحكم بسلبية هذه الظاهرة. مو دائما إذا أكو فرد موروث اجتماعي، إذا أكو فرد تقاليد معينة، إذا أكو فرد عرف سائد، فهذا يعني بأنه باطل، ويعني بأنه لا بد وأن يقارع ولا بد وأن يخالف. شوفوا حتى الآيات الكريمة التي نهت عن السير بشكل نمطي على آثار الآباء، كلامها كان في قضية الآباء هكذا: هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يأتي الجواب من الكتاب الكريم: ما شنع عليهم أنهم اتبعوا آباءهم، وإنما شنع عليهم أن هذا الاتباع لم يكن عن وعي وإدراك، وإنما كان جريا خلف ثلة كانت تعيش حالة التخلف والجهل. ولذا قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وفي آية أخرى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإلا بالمقابل إحنا عدنا: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الله يثني عليهم. أولاد يعقوب حينما حضر يعقوب الموت قالوا ماذا؟ قالوا له: نعبد إلهك وإله آبائك. فالقضية في عدم الوعي. إذن المسألة ليست عقدة تمرد واستراتيجية تمرد على العقل الجمعي الموجود، القضية أنه ليصير عندك انعدام بحالة الوعي. فإذا كان المجتمع يسير بالاتجاه الصحيح فلا بد من موافقته حينئذ والتعاون معه، بل لا بد لك من أن تندك مع مكونات ذلك المجتمع لتكون ماذا؟ معه كما وصف الكتاب الكريم: صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذا نجد بأنه في المقابل كردة فعل انطلقت من حالة مرضية نفسية عبر عنها في قلوبهم مرض، فهذا ما نجده.
نجد بأنه مقابل بعض الناس أو كثير من الناس الذين يسيرون مع السواد الأعظم والذين يتلونون مع مجتمعاتهم دون روية، في المقابل هناك حالات تمثل حالة من موقعية الجحود والتمرد ورفض كل ما هو سائد، لتتحول إلى حالة شاذة وإلى سباحة بعكس التيار، وكأن المطلوب من الإنسان دائما أن يسبح عكس التيار. هذا مو صحيح. المجتمع مثلا عند عيب الطلعة مثلا بعري معين، حالة العري، فشنو هذا يصير؟ أنا ما أريد أكون إمعة ولا أريد أن أنخرط مع المجتمع وأن أساق معه، لازم أخالفه. مو كلام هذا. المجتمع يقدر شيبة أفراده، فأنا بالمقابل أقول لا، أنا أرفض هذا التقدير. بالمجتمع العشائري أو القبائلي أكو احترام خاص لشيخ العشيرة، فأنا أرفض ذلك. شنو هذا الكلام؟ هذه ليست من سمات ماذا؟ الوعي والإصلاح. هذه عقدة، حركات يعبر عنها، نفاها سيد الشهداء سلام الله عليه عن حركته، قال وأني لم أخرج أشرا. هاي حركات غالبا يسموها حركات أشرية، الأشر، الحدة. هؤلاء ظروف معينة قد تؤثر عليهم سلبا، فيصير عنده مضافا إلى حالة ردة الفعل والحنق تجاه الواقع لعائشة، يقوم يطلق قواعد عامة يريد أن يتبرأ من مجتمعه. هذا خطأ فادح، مو صحيح. ولذا يحاول يجيب في سلوكياته، في دعواه، في أموره، يعتمد على قواعد هي مغالطات في حقيقة الأمر. هؤلاء غالبا يصير عندهم حالة التعميم. التعميم شنو؟ هذا يتصور بأنه، على سبيل المثال، بأنه حيث وجد أمر موروث فلا بد وأن يكون خاطئا. هذا التعميم من أين؟ كل مسألة تبحث على حدة. هؤلاء ينطلقون وبالتالي يعاكسون التيار. فالمصلح الإلهي أحبتي حينما يأتي ويبني المجتمع الإلهي، المجتمع الإيماني، المجتمع الرسالي، هؤلاء يأتون ويشكلون حالة الجحود والتمرد في ذلك المجتمع. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهنا بحث بأن الله سبحانه وتعالى يضل، وقد وجدنا في بعض آي الكتاب أن الله هو الذي يضل كما يهدي. وهنا زادهم الله مرضا، وهل يزيد الله سبحانه وتعالى المرض؟ القرآن الكريم لا يزيد الظالمين إلا خسارة، هم هو يخسر أم أنه كتاب هدى؟ القضية هنا بحث مفصل، خلاصته بأنه يكفي أن يكلهم الله إلى أنفسهم. حينئذ من الطبيعي المرض حينما يترك شيء يصير به يزداد، فيصح أن ننسب الزيادة لمن لم يعطي الدواء. ما يستاهلون، هم اختاروا هذا المرض بمقدمات فعلوها. ثم هؤلاء يقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من سمات هؤلاء، إذن السمة الأولى في هؤلاء الذين اتخذوا من عملية التمرد والجحود استراتيجية وأرادوا لأنفسهم أن يتميزوا، أنهم ينطلقون من مرض. هاي واحد. السمة الأخرى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لبوس الإصلاح. غالبا هؤلاء ما يجي ويقول لك بأنه أنا أنطلق من عقدة، بالعكس غالبا يرمي الآخرين بالعقدة، بل
يتردى برداء الإصلاح، يقول أنا أريد شفت فد واقع مأزوم وأريد أتمرد على هذا الواقع المأزوم، مو أنا المريض غير المريض، مو أنا الفاسد غير الفاسد، أنا أريد أقوم بعملية إصلاح. هذه السمة الأخرى، فيجيبهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هسه لا يشعرون شلون؟ هؤلاء على قسمين، قسم يريد الإفساد وقسم لا يريد الإصلاح، لكنه بدأ بالكذب على نفسه، تجاهل مرضه وكذب على نفسه. مثل سائر يقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. خل نخترع مثال جديد أيضا بناء على هوس الحداثة واختراع الجديد والابتداع، نقول اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. الإنسان حينما يتمادى يلقي بزمامه إلى الشيطان وإلى هواه فيلبس له ويزين له، فواقعا يتصور هالشكل، فهو يقول أنا أريد أصلح حالكم، والحال أنه هو في دائرة الإفساد لا في دائرة الصلاح. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هنا هم بمجتمع إيماني، تصور بالفريق الأول كانوا منجرفين ويا مجتمع الكفر والشرك، يتكلم وياهم الرسول ما يسمعوه، ليش؟ لأنه يردون يبقون على ما كان عليه الآباء ويردون يتماهون ويا مجتمعهم وحشر مع الناس عيد. هنا القضية بالعكس، المجتمع مجتمع إيماني بس ضايجين من عنده بسبب ذلك المرض، ولذا تحصل عندهم فتحالة حالة من الاستخفاف بالناس ومن الشعور بالتميز على الآخرين. فمن تقول لهم بأنه يا جماعة الخير هذه معتقدات حقة، هذه الشعائر فعالة هي التي حافظت على وجودنا، هذه المناسك لها روح، هذا الموروث موروث موثوق، تعالوا أتناقش وياكم وأبرهن لكم أنه كيف نقي وكيف وصل إلينا صافيا خالصا. لا، أوراق صفراء، سلوكيات عامية عوام يسووها، ما نريد نصير مثل بقية الناس، احنا النخبة. هذه العقدة هي التي تجعلهم يزدهون بأنفسهم ويزدرون الآخرين. فإذا كان كذلك ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. أحبتي، إذن أصل المطلب قد تبين لكم، مرض ولبوس إصلاح وعقدة تمرد واستعلاء على الآخر. أيها الأحبة، نقدر نقول بأنه هؤلاء واقعا ركنوا إلى فكرهم وحكموا أنفسهم وسبحوا بعكس التيار. يعني هالعناصر بالمجتمع الإيماني صدق عناصر مستقلة وعناصر رفضت التقليد وعناصر اعتمدت على فكرها فأخطأت وعناصر أبت أن تكون أن تستسلم للعقل الجمعي. الأمر ليس كذلك أحبتي. إذا دققنا النظر بهؤلاء وبالخيوط التي يرتبطون بها نجدهم في مجتمعاتهم اللي هو المجتمع الإيماني يمثلون حالة ماذا؟ السباحة بعكس التيار، لكنهم يتماهون مع مجتمعات الأغيار، فهم أيضا حشر مع الناس عيد، وهم أيضا يتحكم بهم العقل الجمعي، وهم أيضا ينتهجون سلوك القطيع، لكن الفرق أنهم اتخذوا من الأغيار قطيعا.
فبالواقع توجهاتهم مستوردة إذا دققنا النظر. الآن تشوفهم مثلا على سبيل المثال، عندنا فرد حالة من الحداثة حصلت خصوصا عند الكتاب اللي يسموهم الفلاسفة المغاربيين في المغرب العربي، وكتبت صنوف الكتابات لتتعلق بنسبية الحقيقة بالهرمونوطيقيا إلى آخره. هذول الشعار اللي رفعوا إصلاح، الندبة اللي ندبوها مجتمعنا بات مجتمعا متخلفا. القضية اللي صارت أنه لابد أن نجد نوافذ لنستنير، فانتهجوا ماذا؟ مسيرة التنوير. لكننا حينما نمعن في كتاباتهم، تعالوا شوف مؤلفاتهم وكتاباتهم، شوفون بالواقع هم دا يستوردون ما جرى في الغرب. ولذا كثير من الأمور اللي قاموا يردون يضربوها عرض الجدار ما تتناسب ويا عقائدنا ومجتمعاتنا. بعبارة أخرى مثلا، وين عندنا بالإسلام تعطيل الفكر؟ وين عندنا في الإسلام في نصوصنا الدينية أنه اقبل حتى ولو كان مخالفا لصريح العقل دا نحكي؟ وين عندنا بالإسلام اقبل باجتماع النقيضين؟ وين عندنا بالإسلام عطل قانون العلية؟ وين عندنا بالإسلام الوجود المطلق يتجسم ويتجسد؟ هذا يتناسب مع ما كان يطرح في الكنيسة عنوة وبالقوة، واللي يخالف فمصيره أسود، إلى أن وصلت الدرجة إلى أنه غصبا عليكم الأرض مسطحة ومو كروية وثابتة وما تتحرك. هذا يناسب ما جرى في عصر الظلمات الكنسي. فإذا شفت أنه كتاب وفلاسفة غربيين انتفضوا على واقعهم لأن واقعهم كان يريد انتفاضة. أما أنت وين؟ وين الإسلام المشجع على العلم وعلى الاكتشاف؟ وين الإسلام الذي إذا نظرنا إلى تأسيس الفنون في المشرق فإنك تجد للإسلام باعا طويلا في تغذيته، من الكيمياء إلى الرياضيات إلى علم الفلك والمراصد الفلكية إلى وإلى وإلى. فأنت تبكي الجوارين رايح لهم ميت، أنت بشاك على منه؟ انت جاي تحاكم موروثي الديني وعقائدي؟ تكرر نفس النوتة اللي عزفها الغربيون؟ مو ما تتناسب، ما صار هذا، ما صار عندي حتى تجي تضربني به. فاذا يستقي من هناك، مضافا الى حالة الزهو اللي يعيشها اللي ما تتناسب ويا عملية الاصلاح. لاحظوا الإصلاح الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن المجتمع كان مجتمع جاهلية، هل يشبه ما يقوم به هؤلاء؟ لاحظوا حينما تكون الحركة إصلاحية حقيقية، مو أشرية، مو منطلقة من مرض، مو من عقد، شنو إجا؟ قال لهم للعرب تخلوا عن قبائلكم؟ لا. قال لا تحترموا مشايخ القبائل؟ لا. قال بأنه إذا أكفد واحد عند مزية مثلا في جهة النسب إلغوا هذه المزية؟ قال اجعلوا أعزة بلادكم أذلة؟ أبدا. قال كل عاداتكم وتقاليدكم خطأ؟ أبدا. إجا والدستور معه، فما كان من الشوائب فشذبه، وما كان حقا فتركه. انت تصور رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو ضد الطبقية، بس اكو في امر اخر ما الى علاقة بالطبقية، انما يكرم المرء او يحفظ المرء في ولده، بس جابوا له السبايا من طيء وجايبينه وياهم سفانة بنت حاتم الطائي، كرمها وعززها، فأرسلت إلى أخيها عدي أنه هذا لا، مو شغل
كما يفعل طلاب الدنيا. المفترض كان يلغي أي خصوصية إلي، مع أنه أبي كان وكان وكان من مكارم الأخلاق التي يتحلى بها حاتم، وكان شريفا في قومه، عززني. فمشكلته وياي مو أنه عند عقدة من كل شريف، عند عقدة من كل صاحب مكانة يريد يحطمه، القضية مو هالشكل، عند أسس ها ما يحمل، بخلاف الحالة هذه التي اكتشفتها ملكة سبأ بلقيس حينما تكلمت عن الملوك طلاب الدنيا، إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وإجا القرآن الكريم وقال لها صحيح وكذلك يفعلون، صادقها على تشخيصه، عززه وكرمه. وهذا اللي صار سبب بأنه عدي بن حاتم يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويصير من الخلص، وله سوابق في التاريخ الإسلامي وفي صموده مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. هالشكل المصلح يتصرف، لا بخلاف ذلك. ولذا هذه الحركات لتتخذ لبوس الإصلاح مثلا، لكنها تنطلق من عقدة تدمير كل ما هو سائد، وقد تتخذ أيضا من تعاليم الإسلام لبوسا الآن، وهذا لازم كلش نتنبه له ونكون واضحين. يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه لأنه رفض الموروث، فرفضوا مع أنه ماذا لم يكونوا الآباء على غير هدى، رفضوا هدى من كان قبلهم، مو هالشكل. يصفهم أمير المؤمنين يقول وإن أبغض الخلق عند الله رجل وكله إلى نفسه، هاي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ها هنا تأويلها، ها هنا تفسيرها، وكله إلى نفسه فزاده مرضا، ازداد مرض. جائر عن قصد السبيل، هذا أصل منطلق ما يريد الحق، منطلق من مرض. مشغوف بكلام بدعة، هذا يستورد، ديروا بالكم الحكي مو حكي، مشغوف ببدعة، هذا الذي قلناه مستوردها من برا. بعد إلى أن يقول ضال عن هدى من كان قبله، لأنه مشغوف بالجديد للأغيار مما وراء البحار، فبالمقابل ماذا عند نفرة عن الهدى من كان قبله. بعد مضل لمن اقتدى به، إذا حالت هاي الحالة فديروا بالكم هذا يتيه ليمشي وراء. بعد خائض عشوات، ولذا تشوف ما عنده منهج واضح، كل مشكلته يريد يخالف كل ما هو سائد، أريد أحطم المقدسات، أريد أقتحم المسلمات، أريد أخوض بأدق تفاصيل ما هو محكم، أريد أشكك بكل ما هو يقيني، هدم. خائض عشوات، ركاب شبهات، شيء طبيعي لأنه خطابه حتى يكون خطاب جذاب لازم يمزج فيه بين حق وباطل ويقتحم بالشبهات، خباط جهالات، هذا هو الوضع اللي يكون به والذي يصل إليه. فالذي حصل، نعود للآية، النبي صلى الله عليه وآله كل هذه الجهود والتضحيات، ما أوذي نبي ما أوذيت، ما أوذي أحد ما أوذيت، ألفاظ متعددة يتكلم عن معاناته، 13 سنة يصبر على أحد من حز الشفار، إذا نتأمل بسيرته لله صبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وتضحيات السابقين الذين وصفوا في الكتاب الكريم، السابقون من المهاجرين والأنصار
بعد والذين اتبعوهم، شوفوا الاتباع هنا هم سائل بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهداء ومعاناة وأشكال وألوان من التضحيات حتى بنى هذا المجتمع وقامت تلك الدولة على تلك الأسس الرصينة. اجوا له هذول الجماعة، هذول الجماعة رادوا يصبحوا بعكس التيار الموجود، بعكس تيار المجتمع الإيماني. فتشوف دائما عقدة التمرد موجودة، من يريد صالح النبي صلى الله عليه وآله ليش تريد تصالح، من يريد قاتل أول الناس يفرون وقبل المعركة يثبطون الآخرين ويخوفوهم دائما بالمقابلة، ومن يريد يعطي فرد شأن مثلا أو أمن للناس يعترضون، ومن يريد يعطي يطلبون المنع، ومن يريد يمنع يطلبون العطاء، وهكذا دواليك مجموعة يأتيهم بخبر السماء فيجادلونه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بينما من عند أصدقائهم يجيبوا له صحائف من اليهود ويردون أن النبي يأخذ بتلك الصحائف، وكيف يشهدون أنه خاتم النبيين. فرد حالة عجيبة بذاك المجتمع، كتلة تكونت هكذا، انطلقت من حالة المرض. هو كلام يطول حول قضية هذه الفئة، لأنه عندنا فئة المنافقين وعندنا فئة الذين في قلوبهم مرض، وشنو الفرق بيناتهم؟ هذا اللي صار. فرادوا يعاكسون ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وأرادوا أن يزيلوا صبغة الله التي صبغ النبي بها المجتمع، وذاك الإخاء اللي صار وإلغاء حمية الجاهلية ونحو ذلك. فهم في حقيقة الأمر، فالتيار عود إصلاحي، لأنه دائما كان يأتي بمبرراته، لكنه في الواقع أراد أن يكون أن يفسد وأن يجهض عملية الإصلاح، وظلهم يشتغلون على هذه الوتيرة، وصار عندهم تكتل، وهذا التكتل شكل جبهة، وكان عندهم تحالفات ونجحوا بالفعل، لأنهم لعبوا على معادلات أخرى، هاي المعادلات قلبت الحالة وأخرجت سرعان ما أخرجت الصبغة العامة، أو خلينا نقول العقل الجمعي الذي يتحكم به رسول الله صلى الله عليه وآله، قلبوا أعادوا العقل الجمعي الجاهلي. ولذا ما جرى من هؤلاء والذين نبه عليهم الكتاب الكريم في أكثر من موضع كان واقعا لا يستطيع الإنسان يعني أن يصدقه. إجهاض لولا حكمة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلا تتصور هذا الأشر، هذه المدينة المنورة التي أبت أن تذل ابنة مشرك فيها لسابقة أبيها ولخدمات أبيها، وإذا بابنة رسول الله، بابنة مشيد حضارتهم والذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، والذي كان يحرص على إطعامهم ويشد حجر الجوع على بطنه، والذي كان يبذل لهم ويحرم خاصته من أهل بيته، والذي ضحى بكل التضحيات، كانوا أذلة خاسئين يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، أعراب بادية بكل التبدي شيد لهم حضارة وأعلى شأنهم خلال
عشر سنوات المدينة المنورة فيها حضارة وقانون محكم يضاهي بل يعلو بما لا مزيد عليه على حضارات عريقة. قدم لهم كل هاي الرؤى، وإذا في تلك المدينة تصل القضية إلى درجة أنهم تحركوا وجاءوا بمجتمعهم القبلي فاجتيحت المدينة. وهذه التحركات كما أن المجتمع قد يسوق الفرد، فإن الفرد قد يسوق المجتمع بأساليبه. أنشأوا حالة من الرعب أشلت العقول، وبعد شكوا غير هذا، ماكو مجال واحد يسألهم خلينا نفكر لذا تسووه صح أو خطأ، بل جاهروا بضرب الأسس. محد منهم بوقتها أجاب بأن الحكم حق إلهي، وأن النبي لم يترك الأمة سدى. محد منهم ترك مجال لأحد أن يقول بعدكم انتوا بأقل من شهرين أخذ عليكم الميثاق والعهد. محد تجرأ يقولهم يا جماعة إذا مو قضية نص فلا أقل الكفاءة، وين كفاءتكم وين كفاءة علي بن أبي طالب؟ محد تجرأ يقولهم إذا تحجون على موازين جاهلية فهذا هو الأقرب ذو الرحم المسيس، وإذا تتكلمون عقلائيا فأقضاكم علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. ما حد قدر يقول لهم يا جماعة هذا الذي لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى في الله لومة لائم. ما حد تجرأ يقول لهم بأنه هذا الأشجع والأعرف بالقانون. انتهى، صار الشلل، وكيف لا يكون؟ بين عشية وضحاها ضربوا حالة المجتمع الإيماني الإسلامي، وحتى بعض القيم اللي أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله اللي كانت بالمجتمع العربي أيضا قضوا عليها. وإذا قولوا لي بأي قاموس عربي، أنتم عرب وفيكم العشائر، وين شفتوا بنت شيخ عشيرة؟ حتى لو ما كان مستقيم، حتى لو كان قاسي، تو ميت وهي مكسورة خاطر وفي بيتها وأغلقت على نفسها فواتح تأبين أبد. هاي شرعة جديدة، شرعة غاب، ما عزاها أحد منهم، بل وقفوا على باب دارها يصيحون بمن في الدار يا علي اخرج إلينا. ثم نداء يهدد بإضرام البيت نارا على أصحابه. الناس بحالة ذهول، صوت واحد، وعجيب هذا شلون خرج من الحنجرة. قال لهم إن في الدار لفاطة، ماذا أقول يا سيدي يا رسول الله؟ الجواب قال وإن مكسورة خاطر، أكررها حتى تحفظها، امرأة صغيرة سن مكسورة خاطر، بنت ولي نعمتهم، بنت كبيرهم، بنت نبي الرحمة، خصوصية فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، كل ما نفع. قالوا ما نريد عملية تجديد، نعم إنه انقلاب على الأعقاب بحجة الإصلاح، العرب لا ترضى بذلك، ماذا كان الثمن؟
هجموا على ذلك الباب. وماذا أقول فيما جرى في هذا المصاب؟ وصف يذهل الألباب بعد كل هذه السنين. ولذا تجد فطاحل أعلامنا حاروا دون هذه الحادثة. فمنهم حينما تسائله يقول: وما جرى لها من المصاب؟ مفتاح بابه حديث الباب، إن حديث الباب ذو الشجون بما جنعت به كف الخؤون، لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من أنينها. وهنا ما يستوقفه المحقق الإصفهاني يقول: ولا تسلني خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. العلامة الشيخ هادي كاشف الغطاء من جهة أخرى قال: سليمان، قلت يا سلمان، هل دخل القوم، هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: إيه، عز عليك يا صاحب الزمان. فقال: إيه، وعزة الجبار، وما على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا هي أن كادت بنفسي أن تموت حسرة. تصيح: يا فضة سنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، فقد وربي أسقطوا جنيني. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تلعن من آذى نبيك فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وتمكنه فيها طويلا. اللهم امنن علينا برضا سيدي يا صاحب الزمان، جئناك بذنوبنا وعيوبنا وآثامنا وما آلمناك به من أعمالنا، مستشفعين إليك بأمك الزهراء وبجدك الشهيد إلا ما نظرت لنا نظرة رحيمة تشفع لنا عند الله بها رضاك سيدي. اللهم امنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. اللهم اغفر ما سلف من ذنوبنا على كثرتها واعصمنا فيما بقي من عمرنا واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا. أصحاب الحوائج من الحاضرين من المشاهدين من جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اقض حوائج الجميع بحق محمد وآله الطاهرين، ادفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من أوليائك الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. مرضى المؤمنين والمؤمنات ولا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق وليك وابن أوليائك العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام. العازبون والعازبات من شبابنا وشاباتنا، اللهم حصنهم وزوجهم زيجة مباركة ميمونة تعينهم بها على طاعتك. طلابنا الأعزاء، اللهم ارزقهم الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، محمد وآل الطاهرين. المرجعية الرشيدة، اللهم احفظها وأيدها وسددها، اللهم ومن أرادها بسوء فأرده ومن كادها فكيده. المؤسسون لهذا المأتم الشريف، اللهم تقبل أعمالهم، ارحم أمواتهم، ادفع عنهم، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، إلى أمواتهم أموات المؤمنين، إلى الشهداء ولا سيما المنظورين، إلى المؤسس والمتعلقين له، إلى أمواتكم أجمعين. اللهم بلغهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة مزدانة بالصلاة على محمد وآل محمد.